مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج ويبحث جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. واشنطن تعلن العمل مع مصر وقطر على اقتراح جديد وأكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لنحو 41 ألف شهيد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول. الاجتماع شهد استعرادا لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، كما تناول جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وما يتم إتاحته في هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيما للفرص الاستثمارية المتاحة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضي، وأكد مدبولي مجددا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها، سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من قادة القوات المسلحة وتقليدهم وأسامى الجمهورية من الطبقة الثانية. وفي كلمته أشاد الفريق أول عبد المجيد صقر بالمكرمين وإسهاماتهم في القوات المسلحة وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والقدرات القتالية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسامي الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميدانا للتضحية والعطاء من أجل الوطن. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء المهام المكلفين بها، مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها
وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل. ووجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين، تقديراً لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث استقبلته وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي. هذا وتستهدف زيارة وزير الخارجية إلى أبو ظبي تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين. وفي مستهل زيارته للإمارات، عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، حيث أكد وزير الخارجية اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوها إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم. واستعرض عبد العاطي التنسيق القائم مع الإمارات بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات، مشيدا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي. ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير سامح أبو العنين الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة. كما أكد السفير سامح أبو العنين خلال كلمته في الجلسات حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب. أكد كذلك أن اللجنة المشتركة تمثل منصة هامة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يخدم مصلحة الشعبين. أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية كينيا الشقيقة في وفاة 17 تلميذا إثر اندلاع حريق في مسكن في إحدى المدارس. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر أكدت تضامنها الكامل مع الأشقاء في كينيا في هذا الظرف الدقيق، وتقدمت مصر حكومة وشعبا بصدق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كينيا الشقيقة ولأسر الضحايا في هذا الحادث المأساوي. قصفوهم اين ما درينا عنهم الا هم يوم مقطعين شقف يا خير. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إنه يتم العمل مع مصر وقطر على اقتراح جديد وأكثر تفصيلا لاتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف بيرنز أنه سيتم تقديم المقترح الجديد لحماس وإسرائيل في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل مناسب أو أن التوصل إلى صفقة تبادل يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين. في الأثناء تشهد شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللمطالبة بسرعة إنجاز صفقة تبادل المحتجزين.
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المتظاهرين بنصف مليون متظاهر في شوارع تل أبيب، حيث يطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة، ورفعوا لافتات تنتقد سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين. كما شهدت مدينة حيفا المحتلة تظاهرات حاشدة للمطالبة بسرعة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين. وكذلك شهدت مستوطنتي راحو فوت وجنوب تل أبيب وعفرة شرق رام الله تظاهرات مماثلة للمطالبة بسرعة إبرام صفقة تبادل المحتجزين. هذا وقد اعتبرت عائلات المحتجزين أن نتنياهو يتلاعب بمفاوضات الهدنة لمصالح شخصية، متهمين إياه بالتسبب في مقتل ذويهم. هذا وقد كشف استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين يفضلون التوصل إلى صفقة لتبادل تفضي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس بغزة على استمرار احتلال محور صلاح الدين فيلادلفيا. وأظهر استطلاع أن 60% من الإسرائيليين يرون أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين بغزة أكثر أهمية من الحفاظ على تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مقابل 28% يؤيدون البقاء في المحور على حساب إبرام صفقة تبادل. من جانبها علقت القناة 12 على نتائج الاستطلاع بالقول إن الدعم الشعبي لإبرام صفقة تبادل يتزايد يوما بعد يوم. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن 61 شهيدا و 162 مصابة. كما أشارت السلطات في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,939 شهيدة و 94,616 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وعن الأوضاع الإنسانية، استشهدت طفلة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص للعلاج، ليرتفع عدد من استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلة. وقالت مصادر طبية إن الطفلة توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات. أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا على كافة المستويات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وطلبت المنظمات بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل كامل وإدخال المساعدات على الفور. كما أوضحت المنظمات أن هناك 40,000 نازح يعيشون في كيلومتر واحد في مراكز للإيواء أوضاعها صعبة للغاية، مشيرة إلى أن أكثر من 250,000 نسمة نزحوا خلال شهر أغسطس الماضي في ظل ظروف تزداد تعقيدا وصعوبة. ومع دخول غزة عامها الدراسي الثاني بدون مدارس، فإن معظم الأطفال هناك محاصرون في مساعدة أسرهم في النضال اليومي من أجل البقاء وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة.
وحرم بالفعل 625 ألف طفل في سن الدراسة في غزة من عام دراسي كامل تقريبا، وأغلقت المدارس بعد أن شنت إسرائيل هجومها على المنطقة، كما تضررت أكثر من 90% من مباني المدارس في غزة بسبب القصف الإسرائيلي. واحد اللي قدنا زي هيك بكون بيقرا في دول تانية، بيقرا بتعلم، احنا لا، احنا بنشتغل اشي فوق طاقتنا، يعني بنقدرش لهذا العمل، غصبا عنا بنشتغل عشان نجيب يعني لقمة العيش. عندي غضروف ومصاب حرب 2014، يعني مصاب حرب وعندي غضروف، بقدرش اشتغل لحالي، فبنطر اشغلهم الصغار وعلى عيني، يعني بعيط عليهم وانا بشوفهم، اليوم كلهم مزعات، الليل بناموش، بضل يتقلب طول الليل من التعب والشقا، بناموا من المغرب، بناموا برتموا على الفراش زي الميت الواحد فيهم من التعب والشقا، وديهم بعيطوا من ايديهم ورجليهم كلهم مزعات، بس ما عنديش وسيله يعني اروح نشحت في الشوارع. مستقبل الاولاد ضاع، لا في قرايه ولا تعليم، هلقيت الاولاد تعال القرا السنه اللي فاتت، راحت السنه نسيه كله، اصلا حيعيد، لو بدي ترجع المدرسه حيعيد من اول وجديد. بدل ما يكون انه تفكيره في تعليم وفي قرايته وايش بده يكون لما يكبر ايش بده يصير، صار انه على قد تكيه يوفر اكل لعائلته، يعبي قنيه ميه، يلم له ظرف نايلون عشان يولع نار، هاي بس صار عملهم في الحياه. الوضع اللي احنا بنعيشه عبء على الاب وعلى الام وعلى الطفل وعلى كل شيء في الحياه عندنا مفقود، يعني الناس يأساني من حياتي، يعني الموت افضل لنا من نعيش اللي احنا فيها، هذا الحياه من الاخر اليوم، الكل بعاني من التشرد ومن قله النوم، والله ما بننام يمكن 10 دقائق في الليل، تسمع خبطه هان، انت وانت نايم بتفكر عندك موت انت واطفالك في دقيقه. هذا ولا يزال الطلاب المسجلون بالتعليم العالي في غزة غير مطمئنين بشأن مستقبل دراستهم، حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية 80% من الجامعات بالقطاع. ملك الغول إحدى النازحات من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهي واحدة من حوالي 90 ألف طالب جامعي تم إبعادهم من فصولهم الدراسية، وعلى الرغم من الظروف الصعبة فإنها لا تزال مصممة على مواصلة تعليمها حتى مع تلاشي الأمل في وقف لإطلاق النار. نحاول إنه الحرب ما توقفنا، وأنا شخصياً الحرب ما توقفني، ما توقف الحلم اللي أنا بديت فيه، يعني أنا بسنة تانية مفروض إني أكون كملت، ما فقدت الأمل هذا، ضليت مستمرة، ضليت أحاول أعافر، كتير تعبنا في موضوع النت، سجلت المحاضرات وبديت هيني، والحمد لله كملت ما وقفت. كانت كتير 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 تتعب في أول فترة، تروح على كافيتيريا الدار مشوار وترجع ونت إجا مجاش ضعيف قوي ما بعرف إيش، المهم توفر النت في منطقتنا والحمد لله. صعبة هي طبعا ساعة وغالية وإشي، لكن مش مشكلة، ساعة ساعتين إيش ما كان إيش بدك بدي أوفر لك، لأنه حلمنا إنه تتعلم، إحنا حلمنا إنه أولادي يصير متعلمين، لكن برضو الحرب أقوى منه. مصرين على الحياة وحقنا في الحياة، من هذا المنطلق إنه يعني نحاول كجامعة الأزهر إنه إحنا نستمر في العملية التعليمية قدر الإمكان، برغم يعني عدم وجود مقومات لهذا الموضوع من كهرباء ومن اللي هو اتصالات ونت، وطلابنا طبعا الأعزاء نفس الشيء يعانون كثيرا في هذا الموضوع، نفس القضية اللي هو النزوح المستمر والمتكرر لبطا يعني عدة مرات، عدم وجود كهرباء، عدم وجود ماء، عدم وجود اتصالات، قلق، اضطراب، خوف من طبعا كل هذا الموضوع نحن في ظل الحرب. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حجم الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية بعد انسحابها من مدينة جنين بالضفة الغربية كان واحدا من أطول وأشد التوغلات دموية في المنطقة منذ سنوات. وتابعت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تداهم بشكل متكرر مخيم جنين للاجئين، مشيرة إلى أن أحدث عملية عسكرية إسرائيلية كانت الأكثر كثافة في السنوات الأخيرة. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ نوفمبر الماضي. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية. قد تبدو تلك المشاهد لمدينة ضربها زلزال مروع يوما ما، وربما بطشت بها ويلات الحرب لشهور، لكنها مجرد عينة من بصمات محتل يؤرقه السلام أينما كان ويروي عطشه من دماء الأبرياء. 10 أيام فقط كانت كافية ليجعل الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها نسخة مكررة من مدن غزة المنكوبة. مشاهد خراب ودمار طالت كل شيء في المدينة من مبان وطرقات وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي وممتلكات المواطنين الأحياء منهم والشهداء. فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من جانبها أكدت أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لسكان الضفة الغربية المحتلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد 10 أيام من المعاناة ومن المضايقات وتدمير البنية التحتية، يعني كنا احنا حاطين خطة في لحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي شو بدنا نعمل، سواء كان لجنة الطوارئ أو خلية الأزمة الصحية. وفعلا كان عندنا اجتماعات متواصلة، صار عندنا اجتماعات قبلها واقتحامات قبلها وهدم قبلها، ولكن هذا الاجتياح هو الأكثر تدمير والأوسع تدمير والأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني. وضع مأساوي يحتاج شهورا لإعادة إصلاحه وسنوات لمحوه من ذاكرة الإنسانية. وكيف ينسى العالم أو يتناسى ما طال جنين ومخيمها في عام 2002؟ ورغم كل ذلك كانت هذه الجرائم وستبقى محاولات فاشلة لمحتل يبحث عن نصر مفقود في قطاع غزة، وبات يترنح تحت وطأة مطامعه من أجل كسب المزيد من الوقت واكترار مزيد من دعم الحلفاء لكسر صمود شعب يتمسك بهويته وأرضه وإن تبقى منها أطلال. أكد حزب الله اللبناني قصف موقع حدب يرون الإسرائيلي بقذائف المدفعية وقاعدة جبل نيراء الإسرائيلية بدفعات من صواريخ كاتيوشا. وأضاف حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة جبل نيارة وهو مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني بصيلات من صواريخ الكاتيوشا. من جانب آخر تعرضت بلدة عيد الشعب في النبطية بجنوب لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابط الإسرائيلية المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت طائرة مسيرة قتالية ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لقوات الحوثي في اليمن خلال 24 ساعة ماضية. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن قواتها تمكنت من تدمير نظام صواريخ لقوات الحوثي بعد أيام من تدميرها نظامي صواريخ وطائرتين مسيرتين في اليمن. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. الجزائريون يختارون رئيسا جديدا لهم بين 3 مرشحين على رأسهم الرئيس تبون. يواصل الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد بين 3 مرشحين على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون. هذا وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تخطت 13% في داخل البلاد، بينما تخطت 16% بين الجالية الجزائرية في أنحاء العالم. هذا وأظهرت استطلاعات للرأي أن الرئيس تبون هو الأوفر حظا للفوز بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات. يتنافس في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالجزائر 3 مرشحون، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرشح ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيشة، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريفة. وتتطبق برامج المرشحين الثلاثة في السياسة الخارجية للدولة، لكنها تتباين في القضايا الداخلية. ليلى عمر تستعرض لنا أبرز برامج المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. أهلا بكم. ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 7 سبتمبر بعد انتهاء الحملات الانتخابية في محاولة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري. يتنافس في السباق لقصر المرادية 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي شريف، والأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيشة. الرئيس عبد المجيد تبون يرشح نفسه كمستقل ولاية ثانية بعدما فاز بالأولى في عام 2019، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969، كما تقلد عدة مناصب أبرزها رئاسة الوزراء في عام 2017. أما المرشح يوسف أشيش الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، فيعتبر المرشح الأصغر سنا في الانتخابات، حيث ولد في عام 1983 ببلدة بوغني بمنطقة القبائل، وتخرج في كلية العلاقات الدولية بالجامعة الجزائرية. وبعد سنوات من عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قرر حزب مجتمع السلم خوض غمار الانتخابات الرئاسية مرشحا عبد العالي حساني شريف رئيس الحزب منذ مارس لعام 2023، كما أنه كان نائبا في مجلس الشعب الوطني الجزائري ما بين عامي 2007 و2012. وحسب السلطة المستقلة للانتخابات، يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24,351,551 ناخبا، يتوزعون بين 865,490 ناخبا خارج الجزائر، و 23,486,061 ناخبا في الداخل. إذن أجواء ديمقراطية تعيشها الجزائر مع توجه الناخبين للتصويت ليختاروا رئيسهم ليتولى ولاية جديدة رئاسية تبلغ مدتها 5 سنوات. We'll be right back.
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن روما لن تتراجع عن قرار دعمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الجمود الحالي في الحرب أظهر أن رد الغرب على الهجوم الروسي على كييف كان هو الرد الصحيح. جاءت تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش منتدى اقتصادي في شمال إيطاليا. وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أن لدى الصين والهند دور يتعين أن تلعباه لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن خيار دعم أوكرانيا هو في المقام الأول خيار للمصلحة الإيطالية. أعربت الخارجية الأوكرانية عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأضافت الوزارة أن تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل ما أسمته تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط، داعية للمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين. كانت رويترز قد أفادت في أغسطس بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة تضم المئات من صواريخ فتح 360 الباليستية قاصرة المدى من طهران، وبأن العشرات من العسكريين الروس يجرى تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة. أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا، حيث وصل تقدمه في مواجهته مع القوات الأوكرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استطاعت تحرير بلدة كاليشوف في منطقة دونسك. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على مدينة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا والتي تضم دونسك. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والوفد الأمني المرافق له. تأتي زيارة وزير الداخلية السعودية لمصر في إطار تدعيم أواصر التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة الموضوعات محل الاهتمام المشترك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساء خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. وأوضح المركز أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها وظروفها سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساء، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تقديم 58,628,424 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في 31 يوليو 2024 وحتى 6 سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية. يناشد وزير الصحة والسكان جميع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بالخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها الحملة مجانا. ونتوجه في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال. وليلى عمر، شكرا لك محمد، شكرا هبة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الدقهلية لبحث موقف جميع قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة، تمهيدا لسحبها وإعادة طرحها لمستثمرين جادين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ الدقهلية طارق مرزوق وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية وعدد من مستثمري المنطقة لبحث جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها، حيث أكد أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل، كما سيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوباليه، حيث استعرض الخطيب الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا. كما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار والتي تشمل توفر المواد الخام والعمالة المؤهلة وتنافسية تكلفة الاستثمار وتوفر البنية التحتية الاستثمارية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وخلال لقاء الوزيرة مع رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، أشارت الوزيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفاً رئيسياً لبرنامج عمل الحكومة الحالية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال. تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق يرافقه محافظ الفيوم أحمد الأنصاري معرض أهل المدارس 2024 وعدد من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة بمدينة الفيوم. كما شملت الجولة تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلامة، حيث يقوم الفرع بصرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز بالإضافة لبيع السلع الحرة واللحوم الطازجة والمجمدات. تفقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مقر شركة النصر للأجهزة الكهربائية نيازة التابعة للشركة القابضة للصناعة الكيماوية بمحافظة الإسكندرية. وعقد وزير قطاع الأعمال العام خلال جولته التفقدية اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالشركة لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة من القطاع الخاص. وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركة. وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر وحقل نور علاوة على القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر. وتناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة.
وفي أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما فاق الدعم الذي تلقته الأسعار من قرار تحالف أوبك بلس. جاء زيادة الإنتاج وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.24% إلى 71.6% دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% إلى 67.67% دولار للبرميل، كما هبطت أسعار المازوت عالميا وذلك بنسبة 2.6% لتصل إلى 2.12% دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا التصنيف من وكالة ستاندرد أند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية. وعلى الصعيد النقدي، أشارت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2024. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سيفادينيكو إن اقتصاد بلادها يظهر مرونة، وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في يوليو الماضي بنسبة 2.7% من حيث القيمة السنوية، مضيفة أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 4% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 يتماشى حاليا مع توقعات الحكومة. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وهبة لاستكمال النشرة، إليكما. أشكرك ليلى. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب. وجاءت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولاية فوميو كوشيدا إلى كوريا الجنوبية، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس يون سوك يول. أعلنت السلطات الصينية نزوح أكثر من 1 مليون شخص من منازلهم بجنوب البلاد جراء الإعصار ياجي. ووجه الرئيس الصيني شي جين بينغ بتكثيف جهود التعامل مع الكارثة، كما خصصت السلطات 720 مليون يوان لرفع آثار الدمار الناجمة عن الإعصار الذي أسفر حتى الآن عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات، كما تسبب في انقطاع الكهرباء ببعض المناطق وإغلاق عدد من الطرق ومسارات السكك الحديدية الرئيسية. ونتحول في التاسعة إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، أخبار المنافسات المختلفة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء الرياضة. توج لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي محمد صبحي بالميدالية الفضية لوزن 88 كيلوغراما في منافسة رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. وجاء تتويج صبحي عقب قيامه برفع ثقل في المحاولة الأولى يقدر وزنه ب 220 كيلوغراما، وفي المحاولة الثانية 224 كيلوغرام. توجت البطلة صفاء حسن لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بالميدالية البرونزية وزن 79 كيلوغراما في منافسة رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. ورفعت صفاء حسن 134 كيلوغراما في المحاولة الأولى، وفي الثانية 139 كيلوغراما، وفي الثالثة لم تتمكن من رفع 146 كيلوغرام. وبهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس إلى 6 ميداليات.
يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا. يأتي هذا بعد تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا على نظيره الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على استاد القاهرة. في ضربة البداية له من تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً ثمناً مستحقاً على نظيره الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى، ليضرب بذلك موعداً ويحل ضيفاً على نظيره البتسواني يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية. بدأ الشوط الأول بسيطرة من لاعب المنتخب الوطني، فيما واصل منتخب الرأس الأخضر إرسال الكرات العرضية واكتفى أغلب عمر المباراة بالدفاع. ثلاثية الفراعنة افتتحها رامي ربيعة برأسية قوية في الدقيقة 23، سكنت شباك فريق كاب فيردي ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 45 ليضع الكرة ببراعة في الشباك، معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل لا شيء. وعزز إبراهيم عادل تقدم المنتخب في الدقيقة 69 بهدف ثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح المنتخب الوطني، وتحكم بذلك كتيبة حسام حسن سيطرتها على صدارة المجموعة الثالثة التي تضم كل من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا. ويسعى المنتخب الوطني الذي يعد أكثر مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية وصاحب الرقم القياسي في التتويجات بواقع 7 ألقاب لتحقيق الفوز على نظيره البوتسواني في المباراة التي يحتضنها ملعب فرانسيس تاون قبل الدخول في المرحلة الأهم، سواء في بطولة أمم أفريقيا أو مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أعلن نادي بيرشوت البلجيكي التعاقد مع عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي وفنربخشة التركي، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر النادي البلجيكي المنافس في دوري الدرجة الأولى أنه نجح في التعاقد مع لاعبين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في بلجيكا، من ضمنهم المصري عمر فايد لمدة موسم واحد حتى 30 من يونيو 2025. وكان عمر فايد انتقل إلى صفوف نادي فنربخشة قادما من صفوف نادي المقاولون العرب بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في المغرب، وحصل الفراعنة خلالها على المركز الثاني. كما شارك فايد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 التي حقق فيها المنتخب المركز الرابع. ختام جولتنا الرياضية، عودة لمتابعة النشرة مع هبة ومحمد، إليكم. شكرا لك هبة. نعى وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني الذي وفته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عاما. وقال الوزير إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة، ليرحل تاركا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية من خلال أعماله المتميزة والتي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود. أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع ليلى عمر. ليلى، شكرا لكما. وأخبار الطقس بعد لحظات. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء
وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 26، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-25، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 36-24. ننتقل إلى السويس 36-25، العريش 34-23، طابة 34-26، شرم الشيخ 36-29، والغردقة 37-28. أما في الأقصر فالعظمى 39، الصغرى 27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-23، حلايب 34-29، وأخيرا شلاتين 37-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم مع لقطة اليوم وبث حي لقطة مباشرة من تل أبيب ومظاهرات حاشدة. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى الأنسة وتذكرها بأبرز العناوين. مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج ويبحث جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. واشنطن تعلن العمل مع مصر وقطر على اقتراح جديد وأكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع الحصيلة لنحو 41,000 شهيد. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. إلى اللقاء.